كلنا حابين. طب انا هاخدك دلوقتي للفيديو كليب مع المخرج حسين الشعلان. صح. عايز اعرف الفكره جت منين، وصلتوا ازاي للكونسبت اللي احنا شفناه؟ تفاصيل. بخبرك كمان خبريه، ما عم تسائب انه كل الخبريات ما حدا لسه ومش حاكين قدام حدا يعني اجمالا. أيوة يعني سبيشال هي الخبريه اللي حخبرك اياها هلا. الكليب صورته يمكن هيدا اقل وقت بصور فيه كليب بحياتي كلها، يعني انا 14 سنه بمجال الفن. هي اول مره بصور كليب بثلاث ساعات او اربع ساعات. صورناه باستوديو ثلاث اربع ساعات لانه هو باندور وباستوديو. واللي صار انه كان في بتعرف الازمه بلبنان، سو كان كل الطرقات تقريبا مسكره. صح. سو طلعت برامت نص لبنان لحتى اقدر اوصل على 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 موقع التصوير، وصورناه بشكل هيك سيمبل. وانا مؤخرا يعني من خمس سنين لليوم تقريبا تفكيري على هيدي الناحيه، انه اليوم بالفرنسي بيقولوا لا سامبليسيتي في لا بوتي، يعني كل شيء سيمبل. ايه كل شيء سيمبل بيعطيك شيء حلو. صح. وهيدا اللي صار بهذا الكليب. الكليب حبته كثير العالم، ويمكن لانه بسيط وسهل. يس. وما في هالشيء المعقد، ما في تكلف. صح. وهيدا اللي اعتمدته بكل شيء، يعني اجمالا بكل أغاني، حتى كلام، حتى لحن، حتى التوزيع، كل شيء هالفتره لازم يكون شوي في ناس الحين. يعني سعد، يعني قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه، في اصلا الان اغلب الفنانين ما بيعملوا كليب اصلا. بالضبط. يعني خلاص بيعملوا ليريك فيديو وخلاص. بالضبط. اهم شيء الاغنيه هي حلوه خلاص. بالضبط. هيدا 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 اللي عم يصير مؤخرا يعني. بس لا شك انه الكليب مهم طبعا. ولازم كل فتره واحد يعمل كليب هيك شوي لحد ما ضخم. بس بيرجع بقول لك يعني الاشياء السيمبل اقرب للناس وتوصل بسرعه. بالضبط. Exactly. بتشوف الاجانب بتشوفهم بيعملوا كليب على السطح، اشياء غريبه. صح. على السطح ما في شيء. صح. وبتلاقي بيكسر الارض 100%. بالضبط. هي البساطه دائما ليها طعم تاني. صح.